أحب أن أرسل لكم رسالة من القلب أقول فيها إني أحبكم في الله سبحانه وتعالى. وهذا واجب على كل مسلم مع إخوانه المسلمين لقول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويتولى بعضهم بعضا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في توادهم أي محبة بعضهم لبعض، هذه المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأسأل الله جل وعلا أن يديم هذه المحبة فيه وله سبحانه وتعالى.